الحديث عن الأزمة السكانية في روسيا يعود من جديد وسط ما تشهده البلاد من تحديات متزايدة تتعلق بعدد السكان، ما قد يشكل تهديدا لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل. رئيس مجلس الدوما فيتشسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكا وعدد من البرلمانيين تبنوا مشروع قانون يدعو إلى معاقبة من يروجون لفكرة عدم الإنجاب الطوعي بغرامة تصل إلى 54,000 دولار أمريكي تفرض على الشخصيات الاعتبارية في حال الترويج لهذا الفكر بين الأطفال والقاصرين باستخدام الإنترنت أو وسائل الإعلام. أما العامة فتفرض عليهم في هذه الحالة غرامة تصل إلى ما يزيد عن 4,000 دولار أمريكي، فيما قد يتعرض الأجانب للطرد خارج البلاد حال ممارستهم لهذه الأنشطة. من الواجب التوضيح أن مشروع القرار يأتي حول ترويج فكرة الحياة من دون أطفال وليس حول الأشخاص الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إنجاب الأطفال لأسباب مختلفة، فالترويج لعدم الإنجاب الطوعي مناف للقيم والطبيعة البشرية للشعب الروسي وحتى القيم الدينية. وتقول إحصائيات غير رسمية أن 5% من سكان روسيا ليس لديهم أطفال، لكن التحديات الديموغرافية المتزايدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي أدت إلى تدهور تدريجي في توازن السكان، الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد حسب تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقا لهيئة الإحصاءات الروسية بلغ عدد سكان روسيا في العام الجاري نحو 146 مليونا تشكل نسبة الذكور بينهم 46% مقابل 54% من النساء، ويعتبر هذا الرقم منخفضا نسبة إلى مساحة البلاد التي تزيد عن 17 مليون كيلومتر مربع، ما يبرر مخاوف موسكو من القضايا السكانية والمتعلقة بالحفاظ على أراضيها الشاسعة. في المقابل يحذر خبراء أنه في حال لم يتم اتخاذ تدابير فعالة لزيادة معدل المواليد فمن المتوقع أن ينخفض عدد سكان البلاد بحلول عام 2035 بمقدار 8 ملايين شخص. فادي صالح، المشهد، موسكو.